ياب ماشي خويا ولكن كنعرف شرفش بزاف فيك ما بقيتش حمل نعرف ياهي ما بغيتش نزيد نشوف فيك يا دنيا فينك عاش خيابي شف شرفش بزاف فيك ما بقيتش حمل نعرف ياهي ما بغيتش نزيد نشوف فيك يا دنيا فينك عاش خيابي شفت الغدر فوجاه السحاب شفت الزمان مخرج النياب شفت الخيب من المكتاب شفت عيوب ناس كانوا قراب شفت بنات بالليل كيبيع الحموم اللي كانوا في الدرب كوايريا الحشيش عشر دمهم شفت اللي عنده الفلوس مربي في ولاده عنصريه شفت شحال من واحد دارو هي الاصلاحيه شفت ناس بدراري صغار كاطلب شفت شمكار في الدمي كناعس في الزنقه وفي جيبو الجاب شفت بوليسي معمر شكاره بالفلوس راجل خارج مع بنته هانيا لا كانت لابسه كل شيء مكروز شفت الجامع خوا شفت شفار قتل حيت ممتش وباغا دوا صاحبي غير طلب السر شف شرفش بزاف فيك ما بقيتش حامل نعرف ياهي ما بغيتش نزيد نشوف فيك يا دنيا فينك عاش خيابي شف شرفش بزاف فيك ما بقيتش حامل نعرف ياهي ما بغيتش نزيد نشوف فيك يا دنيا فينك عاش خيابي سميتي محمد شهيل عندي 19 عام كنسكن في مدينه اسفي وكنقرا في مدرسه فندقيه دوزيام الهوايه ديالي الموسيقى وبالضبط في الراب وكيشوفك لابس شي لعيب وكي كيطيح عليك بالهضره كدا عميق كدا راك عارف وداكشي اللي كاين ما فهمتي حتى تنبغي نحاول ونديرو شي لعيبه امكانيات ما كاينينش خاصك الا بغيتي دير شي حاجه وتوصل خاصك تكون عندك فلوس باش دير شي حاجه مزيان حيت خاصك تكون شي حاجه كاليتي باش توصل ودابا راه باقي ما كاينش فلوس باش تحط شي حاجه كاليتي حاليا نحس بالواحد اللي مداعمني هو الدريري اللي معايا حمزه الجوكر راهو في المريح سميتي حمزه بالبصيلي 25 عام ولد اسفي وعندي بكالوريا وجوج ديبلوماج دابا شو امور عندي استوديو ديال الموسيقى ندير استوديو كنريكورد ديال الدراري ديال اسفي وهادي الناس ديال اسفي اكثريه ما كيسمعوش الراب كيبغوا الشعبي العيطه مع احترام الناس ديال اسفي ولكن تقريبا من 2008 وانا كندير الراب لحد الان ما كاينش بيبليك بزاف اسفي ونتمنى ان شاء الله يكونوا في فيستيفالات يكونوا هادي يتعاونوا مع الدراري اللي يلا طالعين ما كنشوفش راسي الصراحه انا كنعتبرها موهبه ومره كترشق ليا كنغني كنكتب في الليل الا كتاب وجات شي حاجه راه يمكن لي نطور نقدر ندير شي حاجه من المستقبل ولكن ما عرفتش واش يمكن نكمل هذا الستيل كل مره تلقايني انا في الستيل دابا تشوفيني لابس هكا غدا ما تشوفيني لابس هكا كل مره شنو تعجبني نلبس فهمتي مره تشوفيني لابس الكلاس عاد تشوفيني لابس بحال هكا كل مره وكيفاش ماشي خويا ولكن كنعرف عرفتي فيه والو كنعرفو دريتي غني ولد مدينتي وش يقولوا لي يا تتبالي جايط لي امير كنجاوب مره ماشي خويا راه كنعرف صعب بزاف واكثر اللي تلاقيت معاهم تيقولوا لي ايه امير واحد المره كنت في الصوارة في فيستيفال اللي فيه ديال الصوار تمايا في واحد الكافي بحال هكا واجي عندي واحد ما كنت داير نضاضر مرايح بحال هكا واجي عندي واحد راجل كبير ويقول لي واش ايه وجاب التليفون باغي يتصور نقول لي لا راه ماشي انا ويمشي يقول لي صافي اسمح لي لا كنشوفها يوتيوب وصاف ايه تلاقى بي علاش اياب ماشي خويا ولكن كنعرف مزيان الله يكمل عليه غادي مزيان انا كنت تنتمزك ليه مره ما كترشق لي عليه كنت مزك ليه تعليمه شو دار وري كلنا تنتعلم